في إطار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، تسلمت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة دفعة من تطعيم فالنيفا المضاد لفيروس كورونا. قام بتسليمها سعادة السيد جيروم كوشار سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين. هذا وأشادت وزيرة الصحة بالتعاون بين البلدين في المجالات الصحية، مثمنة ما تحظى به العلاقات بين الجانبين من اهتمام مشترك لتعزيز على كافة الأصعدة خاصة الصحية منها، تعزيزا لمصالح البلدين والشعبين الصديقين. وتم خلال اللقاء استلام كميات من تطعيم فالنيفا المضاد لفيروس كورونا الذي وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ له، الذي تتجه الشركة الفرنسية ولتصبح بذلك مملكة البحرين أول دولة في العالم تجيز وتتسلم التطعيم. مملكة البحرين سباقة في كثير من التطعيمات اللي موجودة الآن عندنا، والآن نضيف عليه التطعيم الفرنسي وهو عبارة عن فيروس معطل كما هو في الساينوفارم، وهذا بيضيف كذلك لبعض الفئات اللي عندها عامة مناعة قليلة أو أمراض عامة مزمنة وتحتاجها. ما زلنا نتكلم عن التطعيمات وهي الدعم الرئيسي بالنسبة حق القضاء على المرض، وهو السلاح اللي احنا نستخدمه ونحاول انه يعني نتوصل إلى أعلى نسبة مثل ما وصلنا لها في مملكة البحرين. نواصل هذه الاستعداد، نواصل يعني مكافحة جائحة الكورونا للحمد لله رب العالمين. لحد اليوم الأرقام في البحرين نازلة، صحة الناس صارت أحسن، مناعتها أكثر، الناس اللي يحتاجون إلى المستشفيات صاروا جدا جدا نعمة أقل، وكذلك بالنسبة للعناية القصوى بفضل رب العالمين، بفضل الإجراءات اللي كانت موجودة في مملكة البحرين، وكذلك هذا أثر للتطعيم اللي الحمد لله رب العالمين البحرين خذت منه مناعة كبيرة.